مثل ما احنا شايفين واحنا في طريقنا الى حوف انها تشتهر بالعديد من اصناف الحيوانات المختلفة. هم ماشيين كده وانا ماشية معهم للخلف. الثروة الحيوانية هنا مزدهرة جدا جدا وبشكل كبير بحيث تجعل الناس يقبلون عليها. ايضا الثروة السمكية بحكم قطبها من البحر فيجعلها جميعا منطقة غنية جدا بنعم الله سبحانه وتعالى. ما زلنا الآن متوجهين إلى المحمية ذاتها، المحمية التي تتواجد فيها العديد من صنوف النباتات المختلفة، الفطريات، الحيوانات أيضا العربية. كما تشاهدون الضباب يعم أرجاء المكان. إذن بعد هذه الرحلة الجميلة والرائعة وصلنا إلى هذا المكان الساحر، محمية حوف في محافظة المهرة، المحمية التي تم الإعلان عنها كمحمية وكما عرفنا في إجابة سؤالنا في أغسطس من العام 2005. تشتهر هذه المحمية بالعديد من المناظر الجميلة والسياحية الرائعة، خصوصا أنها تمتاز بهذا الجو الخريفي من 15 من يوليو وحتى 15 من شهر سبتمبر، 3 أشهر فقط تجعل السائح والزائر إليها سواء من أبناء المحافظات المحلية أو حتى القادمين إليها من حدود ومنافذ سلطنة عمان يأتون للاستمتاع بمثل هذه الأجواء الرائعة. المهرة هي إحدى محافظات الجمهورية اليمنية، تقع في أقصى شرق البلاد لتكون بوابة اليمن الشرقية، تتميز بالجمال الطبيعي والثروة الحيوانية والزراعية وطيبة قلوب أهلها وساكنيها. وأنت في هذا المكان حيث يحتويك الضباب ويحتضنك من أعلى هذه القمة في السلسلة الجبلية في محمية حوف المهرة التي تبعد عن الغيضة 120 كيلومتراً وترتفع عن سطح البحر بما يقدر ب 1400 متر. هذا المكان الذي يعد أكبر تنوع عام للطيور والنباتات، حيث يتحدث الخبراء بأن هناك أكثر من 65 نوعاً من أنواع الطيور بالإضافة إلى النباتات النادرة والحيوانات المختلفة كالنمر العربي والضباع والقنافذ والثعالب العربية وحيوانات كثيرة أخرى
يأتي هذا المكان العديد من الزائرين، وذلك للاستمتاع بأجوائه الساحرة التي تسحر القلوب والأرواح. محمية حوف، الجنة البرية والبحرية، الكنز الطبيعي الساحر بوصفها من أكبر الغابات في شبه الجزيرة العربية. يحتضنها الضباب من منتصف شهر يوليو وحتى منتصف شهر سبتمبر لتصبح واحة غناء آسرة للناظرين. عالم متنوع من الأحياء النباتية والحيوانية تمتد في محاذاة السواحل الجنوبية لبحر العرب بتناسق مذهل مع موقعها الجبلي المكسو بالخضرة، لتصبح بذلك مقصداً للكثير من عشاق السياحة بطبيعتها الهادئة البعيدة عن صخب العالم وضوضاء الحضارة. إذا كانت هذه هي رحلتنا في هذه المناطق الخلابة والرائعة في محمية حوف محافظة المهرة. نتمنى أن تكونوا قد قضيتم معنا فيها وقتا جميلا ورائعا في رحالتنا من طائر.